إن لم أعمل فلن يكون لدينا أي شيء نأكله. بهذه الكلمات وصفت العراقية عبير جاسم حال الكثير من النسوة في الموصل بعد أن فقدن أزواجهن وأصبحن مسؤولات عن أطفال جوعى. جاسم لم تجد حرفة تعتاش منها سوى الطبخ، والتحقت بمطبخ مذاق الموصل الذي يضم حوالي 30 سيدة كذلك. طبعاً الهدف من هذا المشروع أول شيء حتى أطلع المرأة على سوق العمل، ثاني شيء بعد الحرب كثرة والأرامل والمحتاجين، فالمرأة اللي فقدت الولي واللي فقدت اللي عيل عليها واللي ما عنده شهادة، خلينا نكون واقعيين، إذا أهل شهادات قاعدين، ففكرت أي عمل يناسبك يا المرأة الموصلية حتى تطلعين تعينين أطفالك وتكونين قوية. المطبخ تأسس عام 2017 ومعظم العاملات فيه مطلقات أو أرامل. سعر الطبق فيه يتراوح ما بين دولار إلى 10 دولارات، وتكسب فيه العاملة يومياً قرابة 11 دولاراً من خلال طهي المأكولات التقليدية للمدينة وتوصيلها للعملاء.